نبتدي نتكلم على الالترا ساوند فيزيكس بقى. هو اول حاجه لازم نبقى عارفين ان الساوند ويفز اللي احنا بنستعملها عشان نبني بيها الالترا ساوند ايمجز دي بيسيكلي عباره عن لونجيتودينال ويفز او ميكانيكال ويفز، وكل الميكانيكال ويفز دي اكشوالي بترافل اونلي ثرو فيزيكال ميديوم. اوكي، يعني ايه؟ لان احنا بيسيكلي في الميكانيكال ويفز دي بيبقى عندنا بارتكلز بالشكل ده كده. اللي بيحصل ان البروباجيشن بتاع الويف مش بيحرك البارتكلز، لا ده بيعمل فيها تخلخلات وتضغطات، بيعمل فيها يعني كومبريشن وريفراكشن. كويس، ونتيجه لكده بيبقى البارتكلز دي بتتحرك كده وتخبط في بعضيها، بيحصل ان هي بتوسع المسافات بينها شويه او بتضيق شويه، في الاخر الويف بتبروباجيت في الدايركشن ده بالشكل ده. اوكي، ف يعني بيسيكلي كاي ويف في الدنيا يعني بتتحرك بميكانيكال افكت زي كده، لازم يبقى في عندي هنا ميديوم. لو عندي هنا فاكيوم الالترا ساوند ما يقدرش يعدي، او الساوند ما يقدرش يعدي. اوكي، فلازم يبقى في هنا ميديوم. ال طبعا الالترا ساوند نفسها بتبقى كاركترايز برضو بالويف ايكويشن اللي هي سي بتساوي اف لامدا، يعني السرعه بتساوي الفريكوانسي في الويف لينث. كويس، والسرعه بتساوي سكوير روت اوف كي على رو. الكي دي عباره عن ستيفنس، ستيفنس دي عباره عن واحد على الكومبريسيبيليتي، والرو طبعا هي الدنسي بتاعت الايه، بتاعت الميديوم، هما الاثنين بتوع الميديوم. اوكي، فنلاقي في اختلافات كبيره الحقيقه بين الديفرنت ميديا اللي ممكن يتحرك فيها الالترا ساوند. لو بنتكلم على الاير هنلاقي ان السرعه حوالي 333 متر في الثانيه. لو بنتكلم على البون اللي هو يعتبر سوليد، اوكي، هنلاقي السرعه اكتر بكتير قوي. اوكي، نتيجه لان عندنا كل السوليدز عموما ليها اكتر بكتير من الفلويدز ومن من الجاسز. لو بتكلم على الميديا اللي جوه الجسم بقى اللي هي التيشوز بتاعتنا، اوكي، هنلاقي انها اراوند 1500. عاده الافريج تيشو بتاعنا اللي احنا بنأسيوم، اوكي، كل ما كان الالترا ساوند بيأسيوم سرعه الالترا ساوند 1540 متر بير سكند. ده رقم مهم قوي قوي. اوكي، الرقم ده لو انتوا فاكرين في الجزء بتاع الايكو رينجنج، احنا محتاجين سرعه علشان بيها نجيب الدبث. كل ما كان الالترا ساوند بيأسيوم السرعه عموما في اي تيشو بيعمل له سكاننج ريجاردس بقى التيشو ده عباره عن ايه، بيأسيومت ان هي 1540 متر بير سكند. بسبب بسيط جدا، ان احنا صعب جدا علينا ان احنا واحنا بنعمل سكاننج نبقى عارفين نوع التيشو اللي احنا بنعمل له سكاننج هو عباره عن ايه. بس هنلاقي عموما ان الفرق بين ده وبين الحاجات التانيه ما هواش كبير قوي، فيعني هنلاقي الفروقات صغيره. بيحصل طبعا جيومتريك ديستورشن، او في بيحصل طبعا ان السرعه او الديستانس ما تبقاش ريجسترد مظبوط يعني 100%، بس يعني ستيل برضو بتبقى قريبه كفايه. ده اسامشن مهم جدا، واسامشن الحقيقه يعني زي ما بقول لكم كل ما كان الالترا ساوند بيعمله، فيعني ده لازم نكون عارفينه. 1540 متر بير سكند دي معناها ان انا لو جيت خدت مسافه 1 سنتيمتر، هلاقي ال 1 سنتيمتر دي عباره عن بياخد لي وقت عشان يروح ويرجع عباره عن 2 على 1540 متر بير سكند. 2 سنتيمتر يعني 2 في 10 اس ناقص 2 على 1540 تديني 13 مايكرو سكند لكل سنتيمتر. فاحنا بعد كده لما نيجي نحسب مثلا الزمن اللي انا محتاجه عشان اكواير خط بدبث مثلا دي، يبقى هضرب دي في 13 مايكرو سكند عشان اعرف الايكو بتاعي هيرجع لي امتى. اوكي، دي كلها زي ما بقول محسوبه من ايه، من ال 1540 دي. اوكي، فنعرف الرقم ده كويس قوي لان احنا دايما هنستعمله في الالترا ساوند.